تأرق العظام مرض منعت الهم كلنا، خصوصا عند السيدات. بالحلقة الصحية لليوم حب الشيف يعرفنا على أطباق بتساعدنا على الوقاية من هشاشة العظام. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ مشكور الله. شو محضرنا اليوم يا شيف؟ اليوم حنعمل أكل عالي بالكالسيوم. أوكي. لفقرة الصحة اللي بنعملها. أوكي. بالحلقة الصحية. بالحلقة الصحية. اللي هي بتتعلق اليوم كيف بنغذي العظم تبعنا. ما إيش بغي أكيد نأخذ الأكل لأنه نحن مرضى ممكن يكون وجبات فيها. شيء استباقي كرمال نقدر يعني ما نوصل لمرحلة المرض. 100% ونفس الشيء هودي الوصفات إذا نحن أصلاً أكيد شايفين لهم مطاعم أكلين منهم. بس يمكن هيك مثلاً يركز أكثر إنه أنا بتعرف اليوم مرض هذا ترقق العظام صار موجود كثير بالعالم. هشاشة العظام. هشاشة العظام. ترقق العظام. إيه. ففينا نحن في أكل كثير بناكله نحن بالمطاعم نعرف هيك بس يمكن هيك بصير نعرف إنه هذا فيه كالسيوم أكثر وما فيه حديد أكثر من الآخر. أول طبق حنعمله هو نيوكي بالجبنة. النيوكي نحن اكيد اكلينه بالمطاعم حتى بتعمل بطاطا نحن عملها بحليب وجبنه لنزيد فيها مستوى الكالسيوم. اوكي هناخذ اول شيء كسرول. اول شيء حاعمل شغلتين. حط طنجره بدي اعمل فيجيتابل ستوك للطبق الثاني. اوكي مرقه خضار. مرقه خضار. اوكي والطنجره الثانيه يا شيف حنعمل فيها الاول شيء عجينه النيوكي 100%. اوكي هناخد كسول. يمكن قد ما بنحضر دعايات عن هشاشة العظام على طول بدل ما تسمع هشاشة العظام تتذكر الحليب 100%. ليه؟ لأنه هو على طول أول شغلة بتشوف فيها بدعاية الحليب بيقول لك عن الكالسيوم، قد إيه عالي بالكالسيوم، قد إيه بالكالسيوم لأولادكم لألكم، هلا أكيد صارت درجة كثير حتى للسيدات لأنه صار في مرض ترقق العظام هو شوي مزعج أكيد.